إحنا نازلين عشان نستكمل هذه الثورة العظيمة، الثورة التي أصبحت للأسف ثورة غير ثورية، ثورة للأسف سلمت ملفها إلى أحد أهم أركان النظام التي الذي صارت عليه. وبالتالي فإحنا نازلين بحركة ثورية إجرائية إن إحنا بننتزع السلطات من هذا المجلس العسكري. من المضحكات المبكيات اللي هم بيقولوا التاريخ الإسلامي يعني هو اشد التيارات اللي يعني عاوزه انتخابات سريعه وهكذا وفي نفس الوقت بيقولوا ان احنا نازلين عشان هذا يعني باطل من جميع الاوجه حركه الانتخابات الجايه هي حركه نزع السلطه التشريعيه من المجلس العسكري حركة نزع السلطة الرئاسية من المجلس العسكري اللي احنا بنطالب بيها وهي المطلب الوحيد والأول والأساسي وهو تحديد انتخابات للرئاسه في موعد عقصات 30 ابريل لان طبقا للجدول الزمني المحطوط في الاعلان الدستوري واللي اعلنه المجلس العسكري ممكن نعيش لغايه 2014 بدون رئيس وطبعا هيكون مين رئيسنا هم هم يعني فبالتالي الجمعه دي مهمه جدا اعاده الدفع الثوري لميدان التحرير واعاده الشحنه الثوريه للثوار والتاكيد على انه ميدان التحرير هو القوى الحقيقيه الموازيه للقوى التي تمسك بهذا البلد، حاجه مهمه جدا انه هذه المليونيه ان شاء الله تعالى ليست مليونيه الاسلاميين هي مليونيه الشعب المصري بكافه طوائفه ونحن معنا يساريين ومعنا 6 ابريل ومعنا كل الشعب المصري ليبرالي ويساري وإسلامي وكل الطوائف هذه ثورة للشعب المصري كله ويجب علينا أن نتوحد حتي آه يعني ننزع السلطة من هذا المجلس الذي يعني أعتقد أنه حصل عليه إجماع من إجماعات التاريخ أنه امتداد حقيقي لنظام مبارك وأنه بيحاول إجهاض هذه الثورة المجيدة ويعيد إفراز نظام مبارك ولكن بأشكال وألقاب وهيئات أخرى مش خيمة مش خيمة مش عاوز أي كلام على خيمة الائتلاف يعني ده دي ده دي الفيلا بتاعتنا يعني فيلا. ان شاء الله تعالى احنا عاملين علشان الناس البرد وكده للنساء ممكن يقعدوا فيها رجال كبيرة اي حد عاوز ينام يعني البطانية ب 500 جنيه يعني جوه مع وجبة كنتاكي فاحنا عاملينها بس علشان برضو ايه المشايخ ممكن يكونوا موجودين فيها النساء الرجال الكبيرة واحنا عاملينها لكل اي حد عاوز عشان البرد بس مش اكتر يعني عشان الاعتصام طبعا عشان البرد <applause> يعني فيعني جزا الله خيرا من يعني ابدا هذه الفكره هو كان موجود دلوقتي وقعدوا في الائتلاف معانا وان شاء الله تعالى نتمنى الا تكسر يعني حتى لا نكسر من يكسرها يعني ان شاء الله